حيوانات شجاعة تنقذ البشر من الخطر. كلب شجاع يواجه قطيعا من الذئاب وينقذ صاحبه الراعي. يا له من عمل بطولي قام به هذا الكلب، حيث أسرع بإمساك العصا لينقذ الشاب الضرير من السقوط. يا له من عمل جميل. وهذا الكلب الشجاع يستحق لقب الشجاعة، حيث أنه أنقذ هذه الفتاة الصغيرة من شر ذلك الكلب الشارد الذي جاء مسرعا ليؤذيها. دب ضخم يقتحم إحدى المزارع ويعبث بالأشياء أمام المنزل، ولكن كلب الحراسة الشجاع لم يدعه يفعل ذلك وطرده بكل شجاعة. مجموعة من اللصوص قاموا بنصب كمين أمام منزل أحد الأثرياء لسلبه ما يملك أمام منزله. وعندما فتحت ابنته باب الكراج ليدخل والدها بسيارته، شعروا كلاب الحراسة بخطر قادم وركضوا مسرعين لينقذوا مالكهم، ونجحوا فعلا. كلب شارد يهاجم طفلا صغيرا في إحدى الشوارع، ولكن كان هناك قط شجاع هجم بكل قوته لإنقاذ الطفل من شر ذلك الكلب. شعرت تلك السيدة وكأن لص قد تسلل لداخل بيتها، وأثناء تفقدها شاهدت ذلك اللص فقام بمهاجمتها، ولم يكن يعلم اللص أنها تمتلك كلبا شجاعا سيقضي عليه. وذلك الكلب الظريف حاول إيقاف الزوبعة كي لا تؤذي برمالها الطفلين، وفعلا نجح بفعل ذلك. مجموعة كلاب تهاجم قطة صغيرة، ولكن لم يعلموا أن لديها أم شجاعة انقضت عليهم كاللبوة لتخلص صغيرها. يبدو أن ذلك الدب الضخم أغضبه وجود الصياد بالقرب من البحيرة، وقبل وصوله لذلك الصياد هجم كلاب الرجل بكل شجاعة وأبعد ذلك الدب الضخم رغم كبر حجمه. رغم صغر حجم هذا الكلب إلا أنه أنقذ هذه الفتاة من ذلك الذئب الشارد بكل شجاعة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم في التعليقات، أي الأعمال البطولية التي قام بها هؤلاء الحيوانات قد نال إعجابكم. ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.